بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة سلا، السيد عمدة مدينة سلا، السيد رئيس مجلس العمالة، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك، السيد قائد الحامية العسكرية بسلا، السيد قائد القاعدة الجوية الأولى، السيد قائد اللواء الأول للمشاة المظليين للقوات المسلحة الملكية بسلا، السيد رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني، السيد قائد الجهوي للدرك الملكي، السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة، السادة البرلمانيون والمنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية. أيها الحضور الكريم، إن تخليد أسرة الأمن الوطني لذكرى تأسيسها 67 التي تصادف يوم 16 مايو من كل سنة هي مناسبة لاستحضار الأعمال الجليلة والمهام النبيلة التي يطلع بهما موظفو الأمن الوطني، مع ما يتطلب ذلك من تضحيات جسام في سبيل استتباب الأمن وفرض احترام القانون حتى ينعم المواطنون بحياة تطبع والطمأنينة والسلامة في أبدانهم وممتلكاتهم. وهي فرصة كذلك ليؤكد رجال ونساء الأمن بكل أطيافهم على مواصلة العزم ونكران الذات سيرا على نفس النهج في أداء الواجب المهني الذي أكسبهم احترام وتقدير المواطنين منذ فجر الاستقلال. ومما لا شك فيه أن أسرة الأمن الوطني كمؤسسة لحفظ النظام وحماية ممتلكات المواطنين والصار على سلامتهم لم ولن تدخر أي جهد لإثبات مهنيتها وإبراز شجاعتها وحسها المهني العالي المرتكز على الالتزام والتضحية دفاعا عن القيم المقدسة للأمة وتعزيزا لثوابتها الراسخة، متسلحة في ذلك باتقاء المولوية السامية والعناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيها الحضور الكريم، مع حلول 16 مايو من كل سنة يستحضر المغاربة بيقين ثابت ذكرى تأسيس الأمن الوطني، هذه المؤسسة الحيوية التي تشكل أحد صروح استكمال السيادة الوطنية عقب استقلال المملكة المغربية، بالنظر لطبيعة المهام المنقولة لها وللدور الجسيم الذي يقع على عاتقها والذي اطلعت به دوما ميدانيا بكل تفان ويقظة ومهنية عالية. حافزها الأساسي في ذلك هو خدمة المواطن الوطن والمواطنين وتحصين بلدنا المغرب ضد كل تهديد يهدف إلى زعزعة استقراره وأمنه. وفي هذا الإطار فإن الأجهزة الأمنية ما فتئت تؤكد على علو كعبها وتميزها من خلال تدخلاتها المتسمة بالنجاعة الفائقة في مجال رصد وتفكيك الشبكات الإرهابية والتصدي للجريمة العابرة للقارات، مما أكسبها التقدير والاحترام من قبل المواطنين والشركاء الدوليين للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية. لقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة دائما وخاصة خلال السنين الأخيرة على تبني مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وفتح المجال أمام الكفاءات التقنية والعلمية لولوج أسلاك الأمن الوطني، سعيا منها لتعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر خبرة من الشرطة القضائية للاستعانة بها في مجال مكافحة الجريمة وفك شفرتها حتى الأكثر منها تعقيدا، حتى يظل التصور المعرفي والمنهج الذي تتبناه المصالح الأمنية المغربية ملائما ومتماشيا مع نظم البحث الدولية الأكثر تطورا وحداثة. كما تسهر المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى موظفيها من خلال توفير جميع الآليات والوسائل لدعم التكوين في هذا المجال، أبرزها صدور مدونة الأخلاقيات لرجال الشرطة تتلائم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دعائم دولة الحق والقانون وتحقيق شروط الشرطة المواطنة.
وتندرج في هذا الإطار الاتفاقية الموقعة بالرباط يوم 14 تنبير 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القانون. وعلى المستوى المحلي فإن مصالح هذا الأمن الإقليمي واصلت جهودها المتعلقة بمحاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وفق استراتيجية أمنية محكمة التنزيل والتي سطرت معالمها الكبرى المديرية العامة للأمن الوطني والمرتكزة على الحكامة الأمنية والتدبير المعقلن للموارد البشرية واللوجستيكية وذلك لضمان الانتشار الجيد للعناصر الأمنية والتغطية الأمنية الشاملة للقطاع الترابي مع تبني العمل السباقي الذي يتمحور حول جرب للنقط السوداء من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات والبيانات المتعلقة بنسب الجرائم المسجلة ونوعيتها إضافة إلى التحليل المستمر لقاعدة المعلومات المرتبطة بالأشخاص المبحوث عنهم لاقترافهم جنايات وجناح مختلفة مما مكن من محاصرة الجريمة والحد من انتشارها وهذا ما خلف ارتياحا كبيرا لدى المواطنين بهذه المدينة المليونية دفعهم إلى التعبير بشكل تلقائي عن رضاهم على الأداء الأمني والخدمات الشرطية المقدمة لهم من طرف مختلف المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي لسنة من خلال بعض المنابر الإعلامية والقنوات الإلكترونية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي وقد رصدت المصالح المعنية ذلك بتتبع نبض الشارع والاستخبار حول مدى اقتناع المواطنين بالخدمات الأمنية المقدمة لهم ودرجة إحساسهم بالأمن والطمأنينة وهكذا فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي لسلا من أمن عمومي وشرطة قضائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عن إيقاف 17,696 شخصا في حالة تلبس و 17,073 شخصا مبحوثا عنه بما مجموعه 34,769 شخصا مقابل 27,048 شخصا تم إيقافهم في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 7,721 شخصا موقوفا مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 كما تم خلال هذه السنة وفي نفس المدة الزمنية حجز 84 كيلو و83 غرام من مادة الشيرة و 56,156 من الأقراص المهلوسة إضافة إلى 372 سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام وبخصوص حصيلة فرقة السير والجولان خلال الأربعة أشهر الماضية فقد تم تحرير 36,897 مخالفة مرورية مقابل 36,060 سنة 2022 وبلغت قيمة الغرامات المحصلة عليها 6 مليون درهم و 806,250 درهم نظير مبلغ 6 مليون درهم و 245,300 درهم للسنة الماضية في حين تم إيداع 2,190 مركبة بالمستودع البلدي مقابل 2,498 سنة 2022 أيها الحضور الكريم لا يسعني بهذه المناسبة الغالية إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد عامل عملة سلا والسيد عمدة المدينة والسادة النواب البرلمانيون والسادة رجال القضاء ورجال السلطة وكذا قيادة القوات الموازية من مراقبة التراب الوطني ودرك ملاكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل فعاليات المجتمع المدني على تشريفهم لنا بالحضور لتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني لنستحضر جميعا تاريخا حافلا بالعطاء والبذل لهذه المؤسسة العظيمة ونستعيد تضحيات رجالها ونسائها الأشاوش عبر كل الأجيال خدمة لهذا الوطن العزيز وضمانا لأمنه واستقراره كما لا يفوتني بهذه المناسبة أيضا أن أتقدم لجميع موظفي الأمن الإقليمي بسلام نساء ورجالا بمختلف الرتب والأسلاك
بأخلص عبارة الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وتضحيات وعلى تجندهم الدائم في سبيل ضمان استتباب الأمن والمحافظة على النظام، كما أهب بهم مرة أخرى لمواصلة العمل وفق نفس النهج السديد وبنفس الجدية والحماس ونكران الداس بما يضمن تدعيم الأمن والأمان وصون الحقوق والممتلكات ترسيخا لدولة الحق والقانون وفق ما يرتضيه الجناب الشريف أسماه الله أعزه وأعز أمره. بارك الله في عمر مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة أدام له العز والتمكين وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، وشد أزره بسنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.